السلام عليكم، مرحبا بكم في كوزينتي. ان شاء الله تكونوا بخير وصحة وعافية. اليوم على بركة الله راح نشوفوا وصفة نتاع الكفتة اللي راح نقليها، او اللحم المفروم اللي وضعت له ربع حبة بصل. هنا حطيت قطعة من اللحم وضعت ربع حبة بصل، 5 سمينات ولا نتاع الثوم، 5 فصوص من الثوم، بعض من البقدونس والقزبر، أيضا عندنا الزيتون، وعندنا 2 حبات تاع فخوماج شيف، عندنا حبة تاع البيض. راح نلحو هذوك اللحم مع البصل مع الثوم مع هذوك الحشاوش مع بعض. هذا هو ذاك اللحم بعد ما رحيناه مع دوك الحشاوش والبصل والثوم. راح نضيفوا له هذاك الزيتون بعد ما قطعته الى قطع، مع 2 حبات تاع الفرماج، مع دوك لي دو فرماج. راح نخلطوا كلش مع بعض. فوالا، راح نكرازي هذاك الفرماج الداخل مع هذيك لافيونت، هذاك اللحم المفروم. الزيتون تقدروا تستعملوا زيتون دي نوايوتي ولا زيتون عادي، زيتون تاع شلاضه قطعوه الى قطع صغيره، زيتون اخضر. راح نخلطوا هذه المكونات مع بعض وراح نتبلوهم. انا خلطت مليح هذاك الفرماج مع الزيتون مع هذوك الكفته والحشاوش. دوك عندنا لي زيبيس او البهارات، عندنا القليل من الملح، قليل من الزعتر، القليل من الكروية، قليل من الكوري، القليل من الزنجبيل، والقليل من القرفة. عندنا الحبة تاع البيض راح نضربوها، ما راحش نستعملوها كاملة، راح نفرغوها غير بالعقل باش ما تجرالناش هذيك الكفتة او لافيون داشي. راح نستعمل حبة البيض شيئا فشيئا باش ما تجرالناش هذيك اللحم المفروم. نفرغوا بالعقل البيض. فوالا، راح نضيف البهارات، نحط دوك لي زيبيس دروك. عندنا الملح، الزعتر، كروية، الكوري. الكوري هذا هو بهار هندي، استعملوه بزاف في الهند. عندنا الزنجبيل، وعندنا القرفة. هذه هي البهارات اللي نستعملوها في هذا الخليط. راح نخلطوهم كامل مع بعض. راح نضيف لهذا الخليط مغرفة صغيرة نتاع الدرسة الخضراء أو الحميس هذاك الحار. هذه هي، راح نفرغها. الفلفل الحار الأخضر، راح نضيف أيضا المرتديلا، لا موتارد، مغرفة صغيرة نتاع لا موتارد. هنا راح نخلطها كلش مع بعض. راح نخلط كلش مع بعض نديرها. انا حطيت هذيك الكفته فيلم اليمونتير، غطيتها غلاف غذائي، غطيتها، نحطوها في الثلاجه ونخلوها كي نبغوا نقلوها نجبدوها. تقدروا توجدوها بكري كما تقدروا توجدوها نص ساعه تاليه ولا قبل المغرب. راح نخلوها في الثلاجه، بعد راح نقلوها ان شاء الله على بركه الله في زيت ساخنه. يعني وضعت القليل من الزيت في ما تكثروش الزيت في المقلة. هذيك الكفتة راني درتها خبيزات، خرجتها من الثلاجة ودرتها خبيزات، وراح نقليها، راح نوضعهم في هذيك الزيت السخون، راح نقلوهم، نقتلهم النار ونقلوهم بالعقل، نخلوهم يتحمروا في الجوية في زوج.
راح نقدموا هذيك الكفتة مع البصل والطوماطيش اللي كنا قطعناهم إلى قطع، راح نحطها لكم في صحن التقديم. هذا هو الطبق تاعنا بعد ما وجد تاع الكفتة اللي نقدموه مع البصل والطوماطيش مقطعين وشوية تاع المعدنوس للزينة فقط. إن شاء الله تكون عجبتكم الوصفة تاع اليوم، شهية طيبة. أبقى لي غير نقولكم بقوا على خير، إلى الملتقى مع وصفة أخرى من وصفات كوزينتي إن شاء الله. ما تنسوش لايك وتفعيل الجرس، وشكرا، إلى اللقاء.